خوت السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، اموركم هانيه. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو وسط هذا الكم الكثير من الثلوج. بدينا الخوت، بغيت نهضر لكم غير على التدابير الوقائيه اللي فرضها الحكومه بسبب كوفيد، انها خففت بزاف، يعني خفوا من هذوك التدابير اللي كانوا فارضينهم. من بين هذه التغييرات اللي وقعت هو انه الباسبور فاكسينال تحيد هنايا في كيبيك، ما بقاتش شي حاجه سميتها باسبور فاكسينال، لانه في المجازات الكبار مؤخرا كنت بارطاجيت معكم واحد لا فيديو بحال كوسكو بحال كنديان طاير كانوا فرضوا الباسبور فاكسينال، ما تدخلش الا ما عندكش الباسبور فاكسينال. هذا الاجراء هذا اللي كانوا داروه صافي تحيد، ما بقاش. وحتى هذيك النسبه الاستيعابيه ديال المحلات اللي كانت 50% حتى هي تحيدات تقريبا، عاوتاني بدات كترجع الحياه الطبيعيه تدريجيا فتدريجيا، بدات كترجع الحياه الطبيعيه. لي ريستورون فتحوا الصالون ديالهم، صافي فتحوا لي ريستورون، فتحوا الكافيه، فتحوا قاعات السينما، فتحوا المسابيح، هادشي كامل فتح، يعني تقريبا الحياه الطبيعيه عاوتاني بدات كترجع. نتمنوا عاوتاني ما تكونش شي تدابير اخرى مستقبلا يعاودوا عاوتاني يسدوا لنا كلشي، لانه فريمون عينا 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 فهاد سد حل سد حل سد حل سد حل. وهادشي اللي كاين الخوت، وكيف ما كتلاحظوا هاد الاجواء هادي اللي كتخلع بزاف ديال الناس، وكيف ما عهدتوني وكيف ما عارفين دائما في اوقات الفراغ ديالي لقيت اللي تنكون مثلا عندي كونجي ما خدامش السبت والحد ولا وسط السيمانه، فضروري خصني نخرج نتمشى واحد نص ساعه ولا 45 دقيقه وسط هاد الاجواء هادي. انسان يخرج يدور فيه شويه الدم، يتحرك، يستمتع بهاد الاجواء هادي ومتع العين ديالو، لانه هذا فقط واحد الجو اللي كنعيشوه واحد الفتره، راه ماشي ديما عايشين بهذا الجو هذا. داكشي علاش بغيت نقول لكم انكم حاولوا تستمتعوا بكل جو في هذه البلاد هذه، فاش يجي الربيع حاولوا تستمتعوا بالاجواء الربيعيه، فاش يجي كذلك فصل الصيف حاولوا تستمتعوا لو ماكسيموم في الصيف، حاولوا تمشيو تبحروا مع راساتكم، تمشيو لليلاك، تمشيو للمنتزهات اللي معروفه بالطبيعه ديالها في هذه البلاد هذه. الانسان عنده ما يدير، كاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي. وكذلك راه كاينين بلا ما اننا نساو ليفير، ليفير واخا بالرغم من القساوه ديال الجو داك الشيء، راه كاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي ممكن الانسان يديرهم في هذا الجو هذا. وهذا الجو ماشي انه هو الجو اللي غيمنعك باش انك تخرج تمشى ولا تخرج الدار ولا تخرج تمشي دير لي زاكتيفيتي ديالك، مع العلم انه كاينين بزاف ديال الدول كيتمناو قطره ماء قطره مطر وكيعانيو من الجفاف. مقارنه مع هذه البلاد هذه فكما كتشوفوا فايض، يعني الله سبحانه وتعالى فايض عليها بالخير، هادشي راه كامل راه خير. الثلج ماشي ما فالثلج هو المصدر ديال الماء، يعني هادشي كامل الثلج هذا كامل في الاخر ديالو كيولي ماء، والماء اللي كاينين بزاف ديال الدول كيتمناو تيتمناو قطره وحده ما لقاوهاش. كاينه كوثر ولا لا؟ كاينه. المدام غاده معايا كتستمتع بهاد الاجواء هادي. هادشي اللي كاين الخوت، الله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله. اي واحد عنده شي حلم انه يجي شي بلاد يجي ليها، راه بحال هاد البلدان هادو الحاجه اللي نقول لكم هو انه الانسان اللي انه مولف العكاز، مولف يصبح ناعس، مولف انه كما تنقولوا فنيان، فما غاديش ينجح في هاد البلاد هادي، لان هاد البلاد هادي بلاد الخدمه، لانه حنا طبيعتنا البشر في اي اجواء وفي اي منطقه حطيتينا تكونوا مثلا متشوقين لها غير في البدايه، ان فوا كنحطوا رجلينا وكنوصلوا لديك الحاجه ولا ديك المبتغى اللي حنا باغيين كنرجعوا لحياتنا اللي كنا ديجا عايشين مثلا في المغرب، البكا والشتا والشكا. وهادشي راه كتشوفوه هنا بزاف ديال لي فيديوهات ديال الناس اللي كيطلعوا فيديوهات يبكيو ويشكيو، مع العلم انهم فاش كانوا في المغرب كانوا تيقولوا نتمناو غارميونا في كندا وحنا غندبروا راسنا. ودبروا راسكم، علاش كتبكيو وتشكيو؟ الا نتوما فشلتوا ما تفشلوش ناس اخرين، ما تحبطوش ناس اخرين بالاحلام ديالهم، لانه كل واحد عنده اهداف ديالو وكل واحد عنده واحد القدره باش انه ينجح ولا كيفاش كيخطط الحياه ديالو. فانت فشلتي فما يعنيش انه كل شيء هنا فاشل، الحمد لله انا ناجح فخذني انا كعبره كانسان ناجح وانت ممكن انك تنجح. واحد الخوت غادي نوريكم واحد موطونيج هنايا، شتي موطونيج؟ راه هو واحد موطونيج الخوت. انتم الخوت هذا شاري موطونيج، هذا من لي زاكتيفيتي اللي ممكن انك ديرهم في هذا الوقت هذا. هو بحال جيت سكي مي هو ديال الثلج. هو الخوت كيفاش داير؟ بابا كتمشي تسالي
يعني تمشي بين الغابة، اشنو البلايص اللي ممكن نلقاو فيهم بحال هاد لي زاكتيفيتي هادو؟ فشنو البلايص مثلا؟ خاصة بهاد فيها لي سونتي، فيها طرقان خاصة بهاد الموتور هذا كتمشي كتسارع به. يعني كتكريهم؟ كتكريهم اكتيفيتي. فوالا اخوت كما سمعتوا. داكشي اللي بغيت نقول لكم، راه كاينين الناس مثلا تيبكي ويشكي في المغرب، لانه انسان اللي كيبكي ويشكي راه في اي بلاد حطيتي غادي يبكي ويشكي. مثلا كان تيبكي ويشكي في المغرب انه ما كايناش الخدمه، ما كاينش الامان، ما كاينش الصحه، ما كاينش التعليم. فاش كيجي هنا وكيتحل هادشي كامل، ديك الساعه ما تيبقاش يهضر على الصحه ويهضر على الخدمه، لان هذيك موجوده. كيولي يقول لك الجو، هاد البلاد هادي فيها الجو حقا تيقع ثاني شي حوايج اللي هي سلبيه، باش البلاد هادي فيها الضرائب، تيقطعوا الضرائب بزاف. يعني البكا والشكي فيه في الدم ديالو، بحال فاش كنصور عطاو شي 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 حقنه ولا عطاو شي فاكسان ديال البكا والشكا. حاولوا الانسان، حاول الانسان يكون بوزيتيف. وي هنا كاينين الضرائب تيقطعوهم، مي واش السؤال اللي خاصو يطرح وخاصك تجاوب على الجواب ديال واش انت ما عايش مزيان؟ راه هذا هو الجواب اللي خاصك تجاوب. اي واحد يقول لكم الحمد لله عايش مزيان، الوغ شنو بغيتي؟ هاد البلاد هادي تعطيك الصحه، تعطيك التعليم احلى في احسن مستوى في بزاف ديال الاشياء، والمقابل ما تخلص ضرائب، ما تخلص حتى شي حاجه، على اساس ان في بلادنا ما كاينش ضرائب. راه فين ما مشيتي في اي بلاد في العالم كاينين الضرائب، فين ما مشيتي. غير هما كاينين الضرائب اللي هما ملموسين كتشوفهم، وكاينين الضرائب اللي كتخلصهم وانت ما كتشوفهمش. هنا في هاد البلاد هادي كتخلص الضرائب وكتشوفهم، اش خلصتي في الضرائب مقارنه مع بعض الدول؟ فكتخلص الضرائب وما كتشوفش، داكشي دايز حسي مسي. راه انت ديجا اي حاجه خديتي راه داخل فيها الضريبه ديالهم، مخلصها وانت ما عارفش كاع شحال خلصتي. هذا هو الفرق. السياره ديال الخوت ما كنبغيش نهزها، باش نبغي ندور غير حدا الدار، بغيت نتمشى الخوت. عزيز عليا نتمشى، عزيز عليا يدور في الدم، وهذا الشيء اللي كاين. وهذه راه كاردو اللي ديجا صورتها لكم اون فاس مع الدار ديالي، اللي هذيك راه هي فين. داك الشيء هاد الناس هادو عاوتاني كتلقاهم تيبكي وشكي، تيبكي وشكي، وراه هما نفسهم بنفس العقليه اللي كاينين في اوروبا. هما نفسهم تقول لك راه اوروبا ما بقى فيها ما يدار، وهما نفسهم كتلقاو في امريكا عاوتاني تقول لك امريكا راه ما بقى فيها ما يدار. وهما نفسهم في اي بلاد مشاو، اي بلاد مشاو كتلقاهم تيبكيو وشكيو. الناس اللي هما ناجحين راه ينجحوا في اي بلاصه، الناس اللي هما ناجحين راه كانوا ناجحين حتى في المغرب في بلادهم، الحمد لله ولله الحمد. حتى في المغرب انا عمري كنت بكيت، عمري كنت شكيت، كنت نخرج كنخدم على راسي بخير وعلى خير، وعمري انني نتسنى الدوله تعطيني شي حاجه. الا جات شي حاجه ديال الدوله مرحبا بها، وكانت جات ولله الحمد. ما جاتش قبل راه كنت خدام بدراعي نبيع ونشري اي حاجه، المهم رزقي خصني نجيبو، ما نستناش نبقى جالس في الدار ونستنى الان الدوله تعطيني. وهاد الناس هادو راه هما نفسهم اللي كيجيو لهنايا تيبقاو جالسين كيتسناو، وقال راه هما الدوله غتجي تدق عليه تقول له عافاك اجي تخدم. وفي الاخر شنو تيديروا؟ في الاخر تيمشيو يعطيوها ليد سوسيال، المساعده الاجتماعيه اللي كتعطي هنايا للناس اللي هما ما باغينش يخدموا، كيتسناو الدوله انها تصرف عليهم. يعني كيوليو كعاله للدوله. انت جيتي واحد البلاد اللي عطاتك الفرص وعطاتك انك تقدر تطور من نفسك على حسب كل واحد والطموح ديالو، على حسب كل واحد وكيفاش باغي يعيش. هاد البلاد هادي بغيتي تعيش متوسط غتعيش متوسط، بغيتي تعيش مدلول غتعيش مدلول. انت اللي ليك الاختيار، انت مخير، فهمتيني؟ يعني انت كتختار حياتك كيفاش بغيتي تعيشها. بغيتي تعيش مزيان راه غادي تعيش مزيان. وكيف ما عارفين راه في البدايات كيف ما كانت حياتك سواء مزيانه سواء خايبه، ديما البدايات كتكون صعيبه. يعني الانسان في الاول فاش الله كيجي تيكون باقي ما متعرفش على الثقافات ديال هاد البلاد، شنو الاشياء اللي خصو يتبعها باش يكون ناجح في هاد البلاد هادي. هادو كاملين اسباب اللي تيخليو الانسان البدايات ديالو كتكون شويه صعيبه، سيرتو العام الاول ديالو. العام الاول دائما تيكون صعيب، مع المده الانسان فاش كيعيش مع هاد البلاد هادي كيعرف ثقافتهم، تعرف كيفاش يفكروا، تيعرف الاشياء اللي ممكن انه يديرها وينجح فيها. هادشي كامل تيتكتسب مع التجربه ومع الخبره، راه الخبره ما كتزادش غير هكاك. وحاجه اخرى اللي نقول لكم، فاحنا كيف ما عارفين كلهم فاحنا في الدنيا، والدنيا اللي معروف لها هي دار الشقاء. فالدار اللي غنعيشوا فيها حياتنا كامله وحنا هانيين ومرتاحين فهي دار البقاء الاخيره ان شاء الله، كاملين اللي لا يحرم شي مسلم من الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فالجنه هي دار الرخاء، دار الرفاهيه، اللي ما فيها لا حزن لا قلب حزين لا قلب شي حسد لا حتى شي حاجه. ما حنا ما دمتي عايش في الدنيا، فالدنيا فهي ارض الشقاء. غير هي كاين البلاد اللي فاش كتشقى كتعطك وكتوصل وكتحقق الاحلام ديالك، وكاين البلاد اللي كتشقى وكتتعب وكتدمر وكل شيء، مي ما كيامنوش ديك الكفاءه اللي عندك، وما كيامنوش بالجوده
ولا الكاليتي ديالك في النيفو ولا المستوى الدراسي ديالك. عكس هاد البلاد هادي كتامن بالكاليتي ديالك في النيفو ديالك، كتامن بالكفاءه ديالك. كيف ما تنقولوا لكل مجتهد نصيب، يعني هاد البلاد هادي كيطبق في هذاك المثل لكل مجتهد نصيب. قد ما اجتهدتي قد ما تعبتي وقد ما قلبتي وقد ما بحثتي قد ما غادي توصل، وقد ما قريتي هنايا قد ما غادي تعيش واحد المستوى اللي هو كبير وعالي عالي بزاف. الحمد لله على كل حال. كيف ما كتشوفوا هذه راه جردة، شوفوا الثلج فين واصل، وهذا الشيء اللي كامل اللي كاين الخوت. وديما كنبغي انني نبارطاجي معكم دي فيديو بحال ما هكا اللي تكونوا شويه تحفيزيين. والانسان راه كيف ما تنقول لكم دائما، قد ما كان تفكيرك ايجابي راه حياتك غادي تكون ايجابيه، وقد ما كان تفكيرك سلبي حياتك غادي تكون كامله سلبيه. والدليل هو هاد المقارنات اللي الانسان تيبقاو يديروا، مثلا فاش كيجي لكاد البلاد هادي وتلقى كلشي متوفر له، الخدمه الصحه التعليم، كيبقى يمشي للجوانب السلبيه اللي هي تيقول لك الضرائب، هنا تيقطعونا الضرائب، ولا كيمشي للجو. نو، الجو عمره ما كان عائق. انا دابا خارج، شوفوا شحال وانا خارج دابا، وقبل ما نصور لكم هاد لا فيديو بديت نصور لكم هاد لا فيديو راه نص ساعه وانا كنتمشى، راه حتى تمشيت واستمتعت بعدا بهذا الجو هذا، عاد قلت نصور لكم حتى نستمتع انا الاول، عاد نمتعكم معايا بهاد الاجواء هذه. فوالا. وبالنسبه للناس اللي يقول لكم لا وحش يسير ولا طير يا طير، كيف ما تيقولوا ذاك المثال ما عرفتش شنو كيفاش يقولوا له، فانا راه ماشي في السنترفيل، انا راه في حي عائلي يعني كالم، راه كل واحد تدع له دارو، الناس فاش يخرجوا ما تيبقاوش هنايا، راه كيمشيو مثلا السونتر فيل، تيمشيو للسونتر داشا، عطى الله فين يمشي. راه موريال راه بوحدها راه دوله، يعني شحال من واحد تيقول لك في موريال ما عندكم حتى واحد الدنيا خاويه، نو راه حتى في الصيف راه الدنيا خاويه هنايا، لانه الناس راه كيخرجوا مثلا يمشيو للسونتر فيل، غيمشيو للسونتر داشا، عطى الله فين يمشيو. راه داكشي علاش الخوت انا كيعجبني نخرج نتمشى في هاد الاجواء اللي كتكون خاويه بحال ما هكا، والله الا الراحه ديال النفس ديالك، والله الا كتحس بالنفسي ديالك مرتاحه. او كيف ما تنقولوا، فالله سبحانه وتعالى كياخذ بالاسباب. قد ما كان انسان ايجابي وكان انسان طموح وكان انسان تيقلب وكيبحث، فراه غادي يوصل ويحقق داكشي اللي كيحلم به، هادشي بالتجربه. وسبحان الله اي حاجه كنت كنحلم بها قبل ما نجي لهاد البلاد هادي، لان النهار اللي عرفت راسي انني غنجي لهاد البلاد هادي بديت كنخطط وكنحلم، وانا باقي في المغرب تنقول انايا فاش باغي نمشي لهاد البلاد هادي، ها شنو باغي نخدم، ها فين باغي نخدم، ها شنو خصني ندير، ها النيفو اللي بغيت نوصل ليه. والحمد لله غادي داكشي تدريجيا وكيتحقق تيتحقق، ما كاينش ما فيهاش الضحك. اي حاجه حلمتي بها في هاد البلاد هادي غادي تحققها. انسان كنتي سلبي غتبقى ديما اللور، غتبقى ديما مكرفص، غتبقى ديما يعني كيف ما تنقولوا عايش عيشه ديال الذل، لانك انت اصلا جيتي بواحد العقليه ديما واحد عند معشش لك في دماغك واحد النقطه اللي هي سوداء ولا واحد النقطه اللي هي سلبيه اللي غتبقى تابعك حياتك كامله. في اي بلاد مشيتي ليها في العالم، مشيتي سويسرا، مشيتي المانيا، مشيتي امريكا، مشيتي استراليا، بنفس العقليه وبنفس هذيك الطاقه السلبيه غتبقى عايش معها وتابعك. وراه كاينين بزاف ديال اليوتيوبر سواء في العالم كامل، في استراليا، في 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 المانيا، في امريكا، كتلقاهم سلبيين، وحتى في الفيديوهات ديالهم البكاو والشكاو انه ما بقى ما يدار في ذوك البلدان، مع العلم انه كل الخير كاين هاد البلدان هادي ما شاء الله ولله الحمد. انتم الخوت، هاد الجبل ديال الثلج هذا، هاد الثلج هذا هو اللي كتجمع من ستاسيون مو ديال هاد الكاردوري هادي، يعني كتجي الشركه اللي كديني اللي يجي لهم ستاسيون مو وكتراكم هاد الثلوج هادي كامله هنايا. ايه فوالا الخوت، الانسان دائما يحاول يستمتع بكل فصل ويعطي حقه ويستمتع. احنا دابا راه في 27 فبراير، يعني في شهر مارس تقريبا، والاجواء كيفاش دايره، مي ما بقى والو، ما بقى قد ما فات، بقى تقريبا واحد 20 يوم ماكسيموم، صافي 20 يوم ماكسيموم غتلقى الجو بدا يزيان، غتلقى الثلج هذا بدا يذوب، غتبقى ترجع للحياه الخضوره، غنبقاو نشوفوا عاوتاني هاد الاشجار هادي اللي هي ميته، غادا الاوراق ديالها بداو يطلعوا، وهذا الشيء اللي كاين الخوت. يلاه الخوت، راه حاجه اللي بغيت نقول لكم قبل ما نتواضع معكم، انه راه قبل ما نخرج نصور لكم راه كانت واحد العاصفه قويه، كانت تيطيح الثلج بزاف بزاف، ماشي تقريبا واحد 10 دقائق ديال الثلج طاح بزاف. والحاجه اللي نقول لكم عاوتاني هو انه هذا العام هذا ما شاء الله طاح الثلج مقارنه مع العام اللي فات بزاف، كجاو بزاف ديال لي طومبيت، تقريبا راه جاو واحد 3 ولا 4 ديال لي طومبيت في سيمانه وحده، مع العلم انه العام اللي فات تقريبا العام كامل يلاه جات فيه واحد 2 ولا 3 ديال لي طومبيت. هذا العام هذا الثلج طاح بزايد بزايد بزايد. اي فوالا الخوت، المهم حتى لهنا ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم كاملين، والسلام.